انا اول مره انتبهت للفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمعنا عليه كان في انتشر، بدا من الصين من ولايه ووهان. فيروس كورونا، فيروس اللي بدا الانتشار ديالو بالصين بولايه ووهان. في الاول استهزئنا به، يعني ما كناش كنعرفوا يعني حق المعرفه. في الاخر في مؤخرا بدينا تفاجئنا بالانتشار ديالو بسرعه باوروبا، بدايه بالمانيا. بالنسبه لهذا فيروس كورونا هذا، واش غادي نقول لك؟ هو البدايه نتاعو انتشر من الصين، وفي الاول المغاربه كنا كنستهزئوا به، يعني كتسمع غير كورونا، كاين اللي دار عليه سكيتش، كاين اللي دار عليه فيلم كاع ما على بالوش. بصح ملي وزير الصحه علم هذه المره هذه على واحد الاصابه، الحوايج راه تحمات شويه. بالنسبه للفيروس كورونا، فيروس كورونا انتشر في بلد الصين، في واحد المدينه اللي كيقولوا عليها سميتها ووهان. في هذا الفيروس هذا نهار انتشر، يعني نهار نشر الخبر ديال هذا الفيروس كورونا نهار الاول، يعني ما كناش خايفين وكذا، وكان كنا كنصحابو بحال شي فيروس، يعني بحال الفيروسات اللي دازو من قبل. ودابا شويه بدا كينتشر وبانوا حالات بزاف يعني في العالم، وبالنسبه للمغرب بانوا فيه شي 7 الحالات. فيروس كورونا هو فيروس كوفيد 19 المستجد اللي ظهر اول مره في ووهان في الصين الشعبيه، بالضبط في ولايه ووهان. في الاول صراحه ما كناش واخدين الامور بجديه، لان كنا نقولوا هو مجرد فيروس، هو مجرد اشاعه، اللي كيف كنقولوا دائما ما كناخذوش الامور بجديه، ديما احنا هكا دايرين، ما كناش مولين له شي اهتمام. حتى صرح بدا الانتشار نتاعو عبر العالم، صرح الوزير تاع الصحة ديال المملكة المغربية بأول حالة. حنا كمواطنين تفاجأت وكتطرع عدة تساؤلات، منها واش فريمو هذا فيروس كاين وكينتشر بسرعة. الوزارة اسمو منها كطرح تساؤل اخر، اللي هو الدولة المغربية واش قادرة تواجه هذا الفيروس. الخلعة وكذا ضروري، ما بنادم غادي يخاف، راه الموت هذه ولا لا، نطلبوا الله التيسير والله يحفظنا هذا الشيء هذا. سيرتو دابا ملي عدد الوفيات راه كتزايد وكتطلع، عدد الاصابات عاوتاني كتزايد وكتطلع، راه مشكلة، خص نشوفوا شي حل وصافي. هذا ما كان بعد اعلان وزاره الصحه على اول حاله في المغرب، صراحه تصابينا بشويه ديال الذعر، وكنطالبوا الجهات المسؤوله باش يوفروا بزاف الطرق الوقائيه، خاصه في المطارات، وخاصه ان الفيروس كيبقى لمده 4 ايام حتى 14 يوم عاد كتبان الحضانه ديالو، عاد كيحتضنوا الجسم، يعني ماشي غير في الاول كيقابلوا السخانه وداك الشيء، ان خاص الوقايه العزل لمدة 14 يوم. وعلاش لا حتى وزارة التربية الوطنية يديروا حملات تحسيسية بشراكة مع وزارة الصحة، حملات تحسيسية في المدارس، في الشوارع، في كل شيء، لطرق الوقاية من فيروس كورونا أو كوفيد 19 المستجد. حنايا كل شيء بيد الله، كنطلبوا من وزارة الصحة دير الإجراءات ديالها وتبحث، لعل وعسى يلقاو شي علاج، وبنادم يفكر واحد شوية وكذا، راه يعني بلادنا بلاد امن، يعني ما غاديش نقدروا نتصابوا بهذا المرض هذا حيت ربي راه معاه. كاين الصدمه كانت ملي دخل الفيروس للمغرب، بصراحه تفاجئنا، انما ما كانش تخوف كبير من هذا الفيروس، نظرا لما كيتقال عليه بانه فيروس كبير الحجم واقل خطوره يعني بالنسبه ديالو. مع وهاد الهضره اللي كتقال عليه ربما انتقاد كتبان لي انا بالنسبه ديال العدد ديال الوفيات اللي ماتوا، راه كارثه. اللي حنايا كمغاربه الواجب ديالنا اننا نديروا احتياطات ديالنا باش نتجنبوا هذا المرض، ونتمنوا ان المسؤولين والجهات المعنيه انهم يقوموا بالتوعيه والتحسيس للمواطنين باش يعرفوا الطرق الوقايه من هذا المرض، وكنتمنوا الشفاء الناس اللي مرض، وكنتمنوا ان هذا الفيروس يلقى الحلف ديالو في هذه الايام ان شاء الله. وشكرا. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.